السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، اليوم غادي نديرو الصفحة 107 من كتاب النجاح في الرياضيات. إذا درسنا اليوم بعنوان التناسبية، حساب النسبة المئوية وتحويل المعطيات إلى رسم مبياني والعكس. إذا نبدأ على بركة الله بأكتشف وأتمرن. أملأ الجدول جانبه. إذا عندنا هذا الجدول فيه قياس طول ضلع معين، إذا الشكل اللي غادي نخدمه عليه هو شكل معين. إذا عندنا قياس طول ضلع معين بسنتيمتر، وخصنا نوجدو قياس المحيط ديالو بالسنتيمتر. إذا في الدروس الماضية تعلمنا كيفاش نوجدو قياس محيط المعين. حنا كنعرفو أن المعين الأضلاع ديالو كتكون متقايسة، إذا بمعنى بحالو بحال المربع، يعني لبينا نلقاو محيط المعين بحال كما كنديرو محيط المربع. والمحيط وشنو هو؟ ما يحيط بالشيء. يعني مثلا عندنا واحد الشكل، مثلا شي شكل بحال ما هكا، مثلا المحيط هو هذا اللي كيكون كيحيط به من برا. اذا حنا دابا بغينا معين، اذا عندنا معين بحال ما هكا، نديروا الاقطار، القطر الكبير والقطر الصغير باش يترسم لينا. اذا هذا غير تقريبا، غير ماشي معين، كيكون يعني هاد الضلع كيكون قد هذا قد هذا قد هذا. لنفرض مثلا ان كان عندنا ضلع معين هنا، عندنا واحد، فعوض ما نقوله واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد، كنقوله واحد شحال معاود من مرة؟ أربعة المرات، يعني غنديرو واحد في أربعة. مثلا إلا كان عندنا الضلع المعين اثنان، يعني هنا اثنان وهنا اثنان وهنا اثنان وهنا اثنان، حتى هي اثنان في أربعة. لكان عندنا أيضا ثلاثة، يعني ثلاثة حتى هي في أربعة، وهكذا. إذا قلنا هنا قياس طول ضلع معين بالسنتيمتر، إلا كان واحد سنتيمتر شحال غيكون عندنا في المحيط ديالو؟ إذا إلا كان واحد غادي نضربوه قلنا في أربعة، يعني سنضرب في أربعة غتعطينا أربعة. إلا كان عندنا طول الضلع اثنان، إذا المحيط غنضربو اثنان في أربعة غتعطينا ثمانية. إلا كان عندنا طول الضلع ديال هاد المعين ثلاثة، ثلاثة غنضربوها في أربعة غتعطينا 12. ثم إلا كان عندنا طول ضلعه أربعة سنتيمتر، يعني غنديرو أربعة في أربعة غتعطينا 16 سنتيمتر. دائما قياس المحيط كيكون غير، ما كيكونش بالمربع، يعني عادي على السنتيمتر ولا المتر ولا الديسيمتر، يعني ما كيكونش فيه المربع، حيت المربع ديال المساحات. ثم عندنا خمسة، إلا كان عندنا طول ضلعه خمسة سنتيمترات، يعني المحيط غنضربو خمسة في أربعة غتعطينا 20. إذا هكا باش كنلقاو المحيط. إذا المحيط المعين كنديرو الضلع في أربعة. وتمموا العبارة للحصول على أعداد السطر الثاني، إذا هادو كيتسموا أعداد السطر الأول وهادو أعداد السطر الثاني. إذا للحصول على أعداد السطر الثاني بالجدول، نضرب أعداد السطر الأول. فاش كنضربوهم باش كنحصلوا على هادو؟ إذا قلنا نضربهم في أربعة، إذا غنضربو في أربعة باش كنحصلوا على أعداد السطر الثاني. إذا واحد في أربعة أربعة، اثنان في أربعة ثمانية، ثلاثة في أربعة 12، أربعة في أربعة 16، خمسة في أربعة 20. إذا نضربه في أربعة. خارج كل عدد من أعداد السطر الثاني على العدد الموافق له بالسطر الأول هو. دابا إلى الخارج يعني كتكون عندنا قسمة، اللي كنقولو خارج كنقولو قسمة. إذا إلا قلنا لك بأن الخارج ديال أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول شحال غادي يكون؟ غادي ناخذ مثلا أربعة هو العدد ديال السطر الثاني، نقسموه على العدد ديال السطر الأول. أربعة مقسم على واحد فيها أربعة، إذا شحال عطاتنا؟ عطاتنا أربعة. ثاني عندنا العدد اللي فيه ثمانية، نقسموه على عدد السطر الأول اثنان، إذا ثمانية كم فيها من اثنان؟ فيها أربعة. إذا أربعة في اثنان ثمانية، الباقي صفر، إذا خرج لنا أربعة. ايضا عندنا 12، الى قسمناها على 3 غتعطينا حتى هي 4. اذا ملي كنقسموا اعداد السطر الثاني على اعداد السطر الاول دائما كتخرج لنا 4. اذا كنديروها من هنا، العكس ديال الضرب هو القسمه، اذا مقسم على 4 كتعطينا السهم، كيكون العكس ديال هنا. اذا من هنا جايين، الا كنا هابطين من الفوق وبغينا اعداد السطر اللي كاينين لتحت كنضربو
في 4، ماشي كلشي الجداول كنضربو في 4 على حساب هاد العدد اللي كاين عندنا، حيت حنا هنايا محيط المعين خصنا نضربو الضلع في 4، داكشي اللي جدرنا 4. تقدروا تلقاو 2، تقدروا تلقاو 5، يعني ماشي ملزمين باش نكتبو دائما 4. اذا دائما كنشوفو العدد كيفاش نديرو تنحصلو عليه، عاد نشوفو فاش نضربو ولا فاش نقسمو. اذا بحال دابا مثلا انا هنا 1 كي غندير تا غنلقى 4، غنضرب 1 في 4، اذا العدد اللي خصني نضرب فيه هنا هو 4، وانا عارفه انني خدامه هنا على محيط معين. ايضا 4 كي غندير تنحصل على 1، كنشد 4 نقسمها على 4 تعطيني 1. جداول اخرى ما غنلقاوش 4، اذا ردوا البال. اذا قلنا للحصول على اعداد السطر الثاني كنضربوه في 4، وللحصول على اعداد يعني خارج اعداد السطر الاول على اعداد السطر الثاني كنلقاو 4. هذا العدد يسمى معامل التناسب. اذا هذا العدد اللي كنحصلوا عليه هنا هو كيتسمى معامل التناسب لاعداد السطر الثاني مع اعداد السطر الاول. اذا هنا كتبان لنا بان اعداد السطر الثاني متناسبه مع اعداد السطر الاول. علاش متناسبه؟ لان عندهم نفس معامل التناسب اللي هو 4. اذا معامل التناسب كنلقاوهم فيهم كاملين. اذا الا خرجت لنا غير خانه واحده من هذا الجدول ما فيهاش ما كتعطيناش 4، اذا كتسمى ديك الساعه بانه جدول اعداد غير متناسبه. بحال هذه الحاله اللي عندنا حنا دابا هنا، لقينا كلشي الاعداد الا ضربناهم في 4 كيعطيونا هاد الاعداد اللي كاينين لتحت، وهاد الاعداد اللي كاينين لتحت الا قسمناهم على 4 كيعطيونا هاد الاعداد اللي كاينين الفوق. اذا هذا كنسميوه جدول اعداد متناسبه. وهذا العدد اللي حصلنا عليه بقسمه اعداد السطر الثاني على العدد الموافق له في السطر الاول كيعطينا معامل التناسب. اذا هذا العدد هو معامل التناسب، وسميناه جدول اعداد متناسبه كما قلنا لانه جدول اللي عنده نفس معامل التناسب. اذا هنا هنا راه ما دايرينش هنا غلطين، ما كاين ما غنكتبو تما. اذا السؤال الثاني، في الشهور الثلاث الاخيره من كل سنه يلجأ بائع الالبسه الجاهزه الى تخفيض نسب مئويه معينه، وذلك للتخلص من السلع القديمه. اذا في اخر السنه التجاريه ديال كل المهم السنه التجاريه اللي كيعتبروها التجار، اذا في الاخر ديالها في الثلاث شهور الاخيره ديالها او ربما حتى في اخر السنه، يعني ملي كيبغي يوصل راس العام كيبغي يديروا يدخلوا الجديد. اذا في اخر ثلاث شهور الاخيره من كل سنه البائع الباعه ديال الالبسه خصهم يديروا السولد باش يخرجوا السلعه القديمه ويدخلوا سلعه جديده. اذا هما خصهم يتخلصوا من هذيك السلعه اللي عندهم، ولا بغوا يتخلصوا منها خصهم يديروا لها السولد، يعني كيلجؤوا لواحد التخفيض. اذا في الشهور الثلاث الاخيره من كل سنه يلجا بائع الالبسه الجاهزه الى تخفيض نسب مئويه معينه، وذلك للتخلص من السلع القديمه. احد هذه المتاجر منح تخفيضا قدره 25%. يعني هاد 25% راه ماشي قاره على كلشي المتاجر، هاد المتجر اختار يدير 25% ديال التخفيض. كاين متاجر اخرى اللي كتلجا مثلا دير مثلا غير واحد النسبه قليله، مثلا دير غير 10%، كاين اللي كدير قل، كاين اللي كدير كثر كدير 50%، وهادي ما كنلقاوهاش. المهم على حسب كل بائع وشحال النسبه اللي بغى يخفض. اذا احد هذه المتاجر منحت تخفيضا قدره 25%. اش كتعني هاد 25%؟ اي ان كل 100 درهم كينقص لينا منها 25 درهم. مثلا الا كان عندنا سروال في هذاك المتجر كيتباع ب 100 درهم، غادي نعرفوا بان 25 درهم غتنقص لينا من هذاك السروال، يعني مابقناش عفوا مابقناش نشروه ب 100 درهم، ولكن غنشروه ب 100 درهم ناقصه 25 درهم. اذا قلنا احد المتاجر منح تخفيضا قدره 25%، اي ان كل 100 درهم تخضع لتخفيض قدره 25 درهم، وهذا يعني ان الاثمنه متناسبه مع التخفيضات. يعني هذا الشيء كيعني بان هذه الاثمنه راه متناسبه مع التخفيضات، ومعامل التناسب هو يعني ملي كنديروا هاد 25% راه بحال الا كتبنا 25 على 100، وايضا بحال الا كتبنا 0.25، يعني كلهم كيقولوا نفس الكلمه، يعني كلهم كيعطيونا نفس التخفيض. يعني 25% راه هي 25 على 100، هي في نفس الوقت 0.25. ناخذ ورقة باش نكتب فيها الوساخ. إذا قلنا 25%، هاد الكتابة راها كتعني 25 على 100، أيضا كتعني 0.25. إذا هادو التلاتة راه نفس الكتابة. نفس المعنى.
اذا قلنا هنا ان هاد المعامل التناسب او هاد الاثمنه متناسبه مع التخفيضات، ومعامل التناسب هو 25 على 100 اي 0.25. اذا هنا دابا فهمنا معامل التناسب، عرفنا بشحال بخفض هاد المتجر. دابا قالنا غتمموا هاد الجدول، اذا اتمموا الجدول. الثمن قبل التخفيض، مثلا كاينه شي بياسه اللي كتباع 270 درهم في الاصل، هذا هو الثمن الاصلي ديالها. ملي غادي تخفض بنسبه 25% غنشوفوا شحال غينقص لينا هاد التخفيض بالدرهم، ماشي هو بشحال غادي نشريوها، ولكن غير شحال. ملي كنسمعوا التخفيض، ثمن التخفيض، يعني راه داك الثمن اللي غينقص لينا، ماشي الثمن باش نشريو، غير بشحال غينقص لينا منها. الا كانت هي 270 درهم وبينا نعرفوا شحال غينقص لينا منها، كنشدوا هاد 270 درهم نشدو 270 درهم اللي هو الثمن الاصلي، كنضربوه في هاد معامل التناسب. معامل التناسب اللي هو يا اما نخدمه ب 25% او 25 على 100 او 0.25. نديرو مثلا 25 على 100، اذا كي غنديرو تنحسبوها كنشدو 270 كنضربوها في 25، داكشي اللي خرج لينا كنقسموه على 100. اذا غنديروها بالكالكولاتريس، 270 غير لربح الوقت، 270 مضروبة في 25 مقسمة على 100 كتعطينا 67.5. إذا غتعطينا 67.5. نفس الشيء إلا درناها 270 ضربناها في 0.25 غتعطينا نفس الخارج، بحال لأن هذه هي هذه. إذا غنديرو 270 مضروبة في 0.25 كتعطينا دائما نفس الخارج اللي هو 67.5. إذا هاد 67.5 ماشي هي باش غنشريو، هذا غير المبلغ اللي غيخفض لينا، يعني شحال غينقص لينا من هذاك الثمن ديال هذيك الحاجة اللي غادي نشريو. إذا شحال غينقص لينا منها؟ 67.5. غنجيو هنايا وغنكتبوها، غنكتبو 67.5. إذن هذا هو مبلغ التخفيض. دابا الثمن بعد التخفيض، يعني شحال غادي يولي لينا هاد اللبسه مثلا ولا هاد البياسه اللي غادي نشري، وشحال غادي تقام علينا من بعد ما خفضناها، يعني ملي غنقصوا منها 67.5. اذا هاد 67 راه هو الثمن اللي غادي نقصوا. غادي نجيو للثمن الاصلي اللي هو 270، غناخذوا الثمن الاصلي اللي هو 270 غادي نقصوا منه 67.5، غنقصوا منه ناقص 67.5 كتعطينا 337.5. لا 30 شوف 200 ما يمكنش نقص منها تعطينا 300، وقال درت زدت. اذا 270 ناقص 67.5 كتعطينا 202.5. المره الاولى وقيله زدت، اذا غنديرو 202.5، 202.5. اذا فهمتوا كي درنا؟ الثمن الاصلي اللي هو 270 نقصنا منه هذا الثمن ديال التخفيض، وعرفنا كي درنا الثمن ديال التخفيض. الثمن ديال التخفيض شدينا العدد الاصلي ضربناه في هاد النسبه المئويه، اولا ضربناه في 0.25، اولا ضربناه في 25 وقسمناه على 100 وعطاتنا 67.5. هذا هو التخفيض بالدرهم. كنرجعوا كنشدوا هذا العدد 270، يعني الثمن الاصلي، نقصوا منه هذا المبلغ ديال التخفيض، كيعطينا الثمن اللي غادي نشريو به، يعني الثمن ديال بعد التخفيض. اذا اللبسه ملي كانت 270 درهم وليت غادي نشريوها ب 202 درهم. نفس الشيء غنديروه بالنسبه للباس الثاني. عندنا مثلا واحد اللباس كيتباع 150 درهم، اذا غنشدوا 150 غنضربوها في 25 ونقسموها على 100، او نضربوها في 0.25 بحال. اذا غنديروا 150 مضروبه في 25 مقسمه على 100 كتعطينا 37.5. اذا هذا هو المبلغ ديال التخفيض، يعني هذا ملي كنحسبوا هذا غير شحال غينقص لينا، هذا مبلغ التخفيض. دابا غادي نرجعوا للمبلغ الاصلي اللي هو 150، غنقصوا منه 37.5. اذا غنديروا 150 ناقص 37.5 كتعطينا 112.5.
112.5. اذا غنكتبوا بعدا الثمن ديال التخفيض هو 37.5 درهم، والثمن الجديد اللي غنشريو به هو 112.5. اذا هذا هو الثمن باش نشريو الجديد، يعني في عوض ما نشريو ب 150 غنشريوها ب 112 درهم. ثم عندنا اللباس الموالي، عندنا 275 درهم، حتى هي غنديروا لها نفس الشيء، نضربوها في 25 ونقسموها على 100. اذا 275 مضروبه في 25 مقسمه على 100 كتعطينا 68.75. هذا مبلغ التخفيض. دابا غنرجعوا 275 غنقصوا منها 68.75. اذا غنديروا 275 ناقص 68.75 كتعطينا 206.25. اذا هذا مبلغ التخفيض، وهذا الثمن الجديد باش غنشريو. اذا غنديروا هنا 68.75 والثمن الجديد 206.25 206.25. بالنسبه لللباس الاخير عندنا الثمن ديالو 475 درهم، حتى هو غنديروا نفس الطريقه في 25 مقسم على 100. اذا غنديروا 475 مضروبه في 25 مقسم على 100 كتعطينا 118.75. دابا غنرجعوا ل 475 الثمن الاصلي، غنقصوا منه 118.75. اذا 475 ناقص 118.75 كتعطينا 356.25. اذا الثمن ديال التخفيض هو 118.75، وثمن بعد التخفيض يعني بشحال غادي نشريو 356.25. اذا هكا باش كنحسبوا الثمن ديال التخفيض والثمن بعد التخفيض. اذا غنمروا المعارف وقواعد باش نعرفوا شنو كنا كنديروا. اذا الاحظوا معطيات هذه الجدول، عندنا 2 وهنا 10. اذا الا بغينا عندنا عدد مثلا ما عندناش هذا، عندنا غير جدول بحال هكا وبغينا نلقاو هذا المعامل ديال التناسب، كنشدو 2 نقسموه على 10. اذا 2 على 10 غتعطينا 5. كنكتبوا معامل التناسب هنا، اذا هنايا من الصغير للكبير، يعني كنديروا السهم هكا من الصغير للكبير كتكون ضرب، ومن الكبير للصغير كتكون قسمه. 2 في 5 10، 3 في 5 15، 4 في 5 20، 5 في 5 25. من هنا من الكبير للصغير كتكون قسمه. اذا 10 مقسم على 5 2، 15 مقسم على 5 3، 20 مقسم على 5 4، 25 مقسم على 5 5. اذا هذا كيتسمى معامل التناسب، وهذا الجدول كيتسمى جدول اعداد متناسبه. اذا قسمنا كل عدد من اعداد السطر الثاني على العدد الموافق له في السطر الاول فنحصل على نفس الخارج، يعني كنلقاو نفس الخارج، فنقول ان اعداد السطر الثاني متناسبه مع اعداد السطر الاول. اذا اعداد السطر الثاني متناسبه مع اعداد السطر الاول، الخارج هو 5، كيخرج لنا 5. اذا 5 هو معامل التناسب، الجدول هو جدول اعداد متناسبه. اذا ملي كيخرج لنا الخارج هو 5 كتكون ديك الساعه باننا عندنا جدول اعداد متناسبه. هذا بالنسبه لكان عندنا جدول. الا مثلنا معطيات ديال الجدول مثلا هكا في تمثيل مبياني وحصلنا على واحد المستقيم او على نقط، مجموعه من النقط، وكانت كل هذيك النقط مستقيميه مع هاد الصفر اللي كاين هنا ديال التقاطع ديال هاد المحورين، ملي كيكون عندي هاد الخط مستقيمي بحال هكا، اذا راه كنعرف بان هذاك الجدول جدول اعداد متناسبه. الا كان فيه غير واحد شويه ميل غير هكا، راه كاين راه ما بقاش جدول اعداد متناسبه. الاساسي هو انه خصو يكون طالع من هاد الصفر وغادي، يعني من هاد النقطه ديال التقاطع ديال هاد المحور مع هاد المحور، من هنا وغادي، ولكن يكون طالع يعطيني مستقيم مقاد، ما يكونش فيه شي عوجاج ولا ملايان ولا ميلان ولا يكون شويه منكسر، خصو يكون مقاد بحال هكا. اذا عند تمثيل معطيات جدول اعداد متناسبه على مبيان بنقط، فان هذه النقط تكون مستقيميه مع او تقاطع المحورين، خصها تكون مستقيميه مع او تقاطع
المحورين. إذا إلى هنا كينتهي الدرس ديالنا، موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة بحول الله.